وانت افرجيكم منظر اخو بريزه. تعي طلعوا حمام الحاره. تعي تعي حمام حارتنا. طلعوا طلع معلم الحمام نعلفهم دراي. طلع فيه النوره ازرق والله. هي كويس يا حرام ميتات من الجوع. طلع البولندي اللي ضربته هيو شايفينه البولندي اللي مره صطه شايفين على الارض زي هيك. هاي باكستاني احمر. تعي 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 هاي عبسي والله عبسي زرزور هيو شايفينه. تعي تعي بدي اغف العبسي هذا. تعي 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 شوف 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 طلع مصطفى. وين مصطفى؟ تبعون جارنا هذول. والله لا اضرب له اياهن كلهن هسه. والله لا اضرب والله لا اصيد له اياهن كلهن. تعي تعي عشان حرام عليك ثاني مره الطعم حمامك منيح. والله العظيم يا مصطفى لا اجلطك عليهن. تعي 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 طلع منزلهم دراي في فرخ نوري هي. تعي تعال تعال فرخ النوري هذا كويس. تعال بدي بدي انقيه ونقط. ترى هاي التبشيريه تبعتي ربع حمام كلها من ورا التبشيريه هاي. طلع هاي 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 باكستاني نمسك النوري الازرق والشفر هذا. هاي شفر نغل. هاي نغل ازرق والله العظيم الصيد هبق يا اخوان. ارجع ورا حمامي يا عمو ابعد عنهم قاعدين بنصيد فيهن. استنى استنى لا لا تساعدنيش يا حبيبي الله يرضى عليك لا تساعدني. استنى خل امسك الحمامات لم يوسف. طلع يا اخوان هاي اخرية البطاميش حمامه. اوعى كيف الاطراب هذا هم مش العبسي. طلع يا اخوان تعي تعي بس ما ضلش معي دراي. بدي امسك النوري. تعي 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 نور الازرق هذا. الصيد عفق يا كبير الصيد عفق. نور الاسود تعال. بولندي الازرق الابيض صدناك احنا بس بدي النور الاسود. تعي ما ضلش علف. نوري نوري يا الله والله كاني بحلم. والله العظيم كاني بحلم يا الله. شو الصيد هذا؟ انا عن جد بحلم شكلي. ضل استاذ امسك 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 الحمامات هذول امسك. خلي امسك الحمامات. امسك امسك امسكي. والله يا مصطفى لا فرجيك اليوم. لا بديش اخذن حرام. هاي الطبشيريه تبعتي. هاي الطبشيريه اصلا هي اللي خلته ربي حمام. هاتولي شويه تشعير من على الدرج. بدي اصيد انواع بس البولندي الابيض ديش اياك. تعي 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 طلع العمري هذا. العمري نظيف هذا حلو. نقي نقى ضل ايش الباكستاني هذا الاحمر. بولندي بديش اياك البولندي صدق قبلها مره. والله طبشيري هيو طبشيري. تعي هتولي هتولي شعير من على الدرج. شعير من على الدرج من اي مكان من شعير البلدي عندنا شعير بلدي. تعي تعي والله الطبشيري هذا حلو. تعي 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 هاي الطبشيريه هاي. طلع طلع امسكي يا يوسف امسكي. عبينا كرتونه. امسك 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 والله لا اقطع قلبه عليهم. تعي 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 ايش ضل 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 نوري وعمريات اثنين باكستاني. اوعك يطلع رحيم. تعي تعي يلا البولندي تعال وقف. والله البولندي نخب والله خساره علي. يلا البولندي حرام امسك البولندي. تعي 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 يا زلمه ايش في والله الحمام. تعي 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 حمام شبعت. انا ايش بدي مين ضل هذا انسانة منه بدي الحمامات هذلاك. تعي 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 شبعت الحمام. بدي الباكستاني هذا. تعي 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 طبشيري هذا ضل ضل العمري هذاك. العمري هذاك حلو يا اخوان. تعي 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 ايوه هيك ايش يعني يشبعوا. الصيد بالجوز يا معلم. يلا البلدي معهم. قومي سنة قومي بابا. امسك امسك يعني من انت انت بتخافي من الحمام يا بابا. اوعك يقع رحيم. تعي تعي
بشير ضرب صدر الباكستان. بس يا عمو بس يا عمو ارجعوا. تعي 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 تعي. سلامات يا عمو بناس. السلام عليك ان شاء الله. يا حبيبي الدرفيش هذا مكشف والله اسويه بس. ما عليك ما هات لي انا هات لي اسمنت انا بعمله ولا يهمك. والله هات لي انا بعمله. عندي حصمه برمى صويلح قويه. عادي هات لي انا بعمله ولا يهمك. انا قلت مطول مارك يرجع. والله بده اسبوع. الله يسعدك تعي. 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 بدي الباكستاني هذا. والعمري هذاك اهم شيء. هذاك هذاك العمري مهم عندي. هذاك سيبك منه هذاك جاي. تعي. تعي. الله اكبر العزة لله ولا اله الا الله. طبعا يا اخوان هاي مزحه يعني مع صاحبي بس عشان ثاني مره ما يخ ما يجوعش حمامه مش اكثر. هذاك العمر لو يقرب ارجع يا بابا. تعي تعي تعي. طب هيا هيا علبه علف ولك هيا علبه علف. الله اكبر العزة لله. تعي 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 تعي. وين حمامك بتسوق ساعتين هيها على الزروع شايفين. طبعا احنا هاي الارض لنا بنزرعها زرع قمح وشعير فعلى ما يبدو الحمام هاي جعانه كثير حرام فنازله على الزرع. هاي الباكستاني اذا شاف العلفات هدول هسه بغف. طب اقدر اغف هدلاك زمان غفيتهم لو بدي بس انا بدي انظف اول شيء ايش بدي انظف الحمام الحلوه بعدين بنبلش باللي مش حلو عرفتوا كيف. تعال تعال كم طير صاروا يا محمد. يوسف قاعده بتعدلنا بالحمام. تعي تعي قل له هات عطوه هات شوال علف وبعطيك اياهن بس يجيب لي الشوال العلف بقول له طعميه للحمام. تعي 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 تعي. هي انا في كمشه بدي اغف الباكستاني. الباكستاني الحيوان فلت مني مرتين. ايوه 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 ايوه. تعي الباكستاني تعال. تعي 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 تعي. قلت هي في شعير ما عرضك طيعش الشعيرات. ايوه تعال غب راسك كل شيء. هينزل فرخ هينزل فرخ نزل فرخ. طلع طلع طلع. اهلا وسهلا تعال. يعني الباكستاني هذا الله يلعن حتى انت جايه لسه جايه تاخذ قسمتها. تعي 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 تعي. حرام البسه كمان جايه تتناول خربت علي البسه والله. تعي 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 تعي. ناخذ الشعيرات هذول اهم شيء. تع 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 تع. تعي الباكستاني هذا الوحيد لولا ما انه جعان ولا هو الواعي فيها مستحيل. طب هذا هذا ذنب هذا هذا فيه رجتين بس. تعال 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 خلني امسكك. في 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 حمام مريض. يا حرام طلع الفرخ طلع. والله يا حرام والله حرام تربيه الحمام اللي زي هيك. والله اذا ما معك تطعميها غلط. تعي 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 تعي. هذا ابن الطبشيريه تبعتي ترى. طيب خلينا نروح نفقد هذا. فرخ خزاز فرخ خزاز. ولك مريض ولك مريض لك حرام عليك. يلا بالمعية بالمعية. هيا اوعك رحيم يجي على الحمام. يلا هذا النغل هذا الشفر الأعلى الأخضر. أنا بتعرف لو طب أنت أوبا بلشت تصحصح. تعي تعي بلشت تصحصح الحمام. تعي 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 تعي. والله حرام والله حرام. طلع انا تارك صيد حمام ترى. طلع طلع جلف القراقطه طلع طلع. وين دب عند ابو سميح حيو. لو انه على السطح وكان شو الصد بس يلا الصيد هنا عفك اكثر. تعي تعي. والله غبي صدت عجبني طبعا. شام ليش بتعبي حالك هو تراب هيك. انا فرجيك هسه بس اخلص. تعال تعال مرام تعال عمو. تعي تعي تعي. اه
الواحد نزل طبعا يا اخوان طلعنا على السطح وهذا وياه صيد مش فارقه معي تمام خلينا نعد كم طير مسكنا ايوه هي اثنين الباكستاني هذا شرط صح اثنين هي ثلاث هاي طيرتي اصلا بالاساس هاي طيرتي ثلاث البولندي هذا اربعه طلع يا حرام خمسة ستة أنا لو قعدت أمسك أي إشي قدامي كان مسكت أكثر اثنين أربعة ستة سبعة نوري أزرق حلو هاي سبعة ثمانية هذا لبسي ثمانية ثمانية هذا تسعة نوري أسود شفر نغل نغل عشرة 11 حبة هينا الله يبارك الله يبارك 11 حبة صيد صيد اليوم طبعا يا اخوان الفكرة مش بالصيد ولا الفكرة انك قديش مسكت ولا قديش بدك تمسك ولا قديش راح تمسك بحياتك الفكرة انك انت انا والله زعلت عليهم شفتهم اولاد اخواني بلحقوهم قلت لهم سيبوهم انا بلحقوهم سيبوهم انا بلحقوهم انزلت جبت معي علف ومسكتهم اولا بدعم الحركة في صاحبي علمه انه الطير ما بنهان لهالدرجة هاي هو جارنا يعني بربي حمام جديد وانا تصاحبت عليه جديد تاني اشي يا اخوان حرام والله العظيم حرام اللي بيصير والله العظيم حرام اللي بصير فهسه شوف شو بدي اعمل لهم خليني اثبت الستاند طبعا تعرف شو ظروف الناس ممكن يكون عنده اشي ما قدرش يطعميهن يكون مداوم بس مهما كان مش قد طعمايه الحمام والله حرام هذا الزرزور حلو هذا الكشمير الزرزور حلو طيب اللهم صل على سيدنا شو بدنا طبعا دراي قبل ما طعمي حمامي والله العظيم هاي دراي ما طعمي الله اشهد ان لا اله الا كشميري اشهد ان لا اله الا الله بس بطعمي حمامي انا طبعا استنونا بكره الصبح يعني راح اطير له اياهن الا اذا عاد اللي اذا شفته عاد واعطيته اياهم عطيه بس لا انا الافضل انه اطير له اياهن عشان برضه يكون كل شيء قدامكم للامانه يكون كل شيء قدامكم او قدامكم اعطيه اياهن ما في غير هيك بس هيك غلط يعني بدي الكل يروح ليش طيب والله العظيم يا اخوان قسما بالله العظيم مال الحرام ما بدون اول شيء ثاني شغله افضل صدقه جاريه على الحمام عن نفسك وعن اهلك هاي بقول لك في كل كبد رطبه صدقه بس الجو حمامك هيك والله يا حرام والله يسامحك انا بجوع حمامي يومين بس بطعميهن بالنهايه
مستحيل اسيبهم جعانين. دع عشر حب بسيط. والله العظيم يا اخوان قسما بالله لو اعرف انه بده يبيحن ومعي حقهن والله لا اخذهن، والله لا اخذهن، مش عشان اكشهن ولا عشان اشي، باخذهن وبوزعهن ما عندي مشكله. بس تيجي تقول له تبيع بجوز يستغلي وبجوز ما يرضاش يبيع. واحده اللي طالع حمام انا وانت حط لايك على كل خير. كل بيت احنا نحط عليه لايك. يعني يا اخوان عشان تكونوا عارفين هذول صيدهم مش اصول، الاصول انه ينزلوا عندك على السطح وصيدهم، يعني لو انا وياه صيد غصب عني مجبور ارجعهن عشان تكونوا عارفين. يعني اذا انا صدتهن هذول صيد مش اصول، لو انا وياه صيد وما رضيتش ارجع له اياهن هيك مش اصول، غصب عن شواربي لازم ارجعهن، لاني انا يا اخوان ما صدتهن من على السطح، صدتهن بالشارع. شربهن. اتمنى يا اخوان والله العظيم ما صورت الحلقه الا لانه بس سبحان الله نصيبهم يجوا يتعشوا عندي اليوم، نصيبهم يجوا يتعشوا عندي اليوم. اتمنى يا رب الفيديو هذا يعجبكم، بتمنى تحط لايك على الفيديو هذا، بدي الفيديو هذا يا اخوان لو سمحتوا رجاء خاص مني انا يوسف، بدي الفيديو هذا يرفع اكثر عدد لايكات ممكن، لانه يا اخوان اللايكات بتزيد مع المشاهده. أو المشاهدات بتزيد مع اللايكات. كون كون محكون. والله العظيم اخوان انا بحط علبه ل 30 طير. انا هذول حطيت لهم علبه كامله، خليهم ياكلوا ويشبعوا، الله يبارك لهم يا رب. بس. انا حمامي. بدي احبسها. صلى على سيدنا محمد. حتى يرضى محمد. بس. ولك يا حريمي بيسلو. طبعا يا اخوان والله العظيم والله العظيم والله العظيم تمام، قبل شوي كمان فلت الطير من شم بس مسكته مسكته لحقته فلته منها يا دوب ابصر عاد بس هيو عايش. يلا ولك احبس طوله. ايه قلت لك عاد هسه حيجننونا. طبعا مطلعين سكر خلص يا اخوان ثبت الاسم عليه. صح انتم صحيح انتم مش ما وصلتونيش 2000 لايك عشان اسميه سكر واثبت اسمه سكر، بس اللي صار انه اللهم صل على سيدنا محمد كل التعليقات اجماع على اسم سكر، يعني فاضطريت اسميه سكر خلاص صار اسمه سكر. حبيس يلا حبيس. يا اخوان هيك كانت نهاية الحلقة، يعطيكم العافية ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا صار جديد على الحمام هاي إن شاء الله بخبركم، يعني الحلقة هاي مش هتخلص إلا يا إما أطير الحمامات الصبح أو أسلمهم لصاحبهم وأصور لكم برضه، خليكم معنا. يا اخوان الله يسعد مساكم، هي الحمامات وأجا صاحبهن، بس صاحبهم كان عنده ظرف ما كانش قادر يطعميهن، عنده ظرف يعني من ناحية إنه مش فاضي، أجته بنت وبطل يطلع الحمام والحكي هذا. فالحمامات هيوم بياخذهن الحمد لله شبعن 11 حبة أو 2 4 6 8 9 10 11
قديش احنا عديناهم هسه بنعدهم بالكرتونه. خليكم يوسف وما قصرت معي حبيبي يا مصطفى. وانا ماني فاضي لا الحمام، كنت مبلوش زوجتني بنت وماني فاضي اطلع. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا يوسف. الله يسعدك. طبعا هي يا اخواننا نعطيه حمامات والزلمه هيو قاعد عندي. امسك صور هيك عشان ما تطلعش بالفيديو انت. بدكش تطلع صح؟ لا لا. هاي شبعت ما شاء الله بس مش راضي تشرب مي مش عارف ليش. واحد هاي اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هذا مريض دير بالك. مريض اه بالك. ستة. هاي النورية يا اخوان والله جميلة. هي ستة قلنا؟ ستة اه. ستة. هاي سبعة. هذا النغل فلح نغل. هذا لقط ولقط. سبعة. هاي ثمانية. تسعة. 11. 10. 11. الله يبارك لك. الله يسعدك يا يوسف. الله يبارك عليهم. طبعا داره قريبة يعني مش راح يتخنقوا. يعطيكم العافية يا اخوان. هيك كانت نهاية الحلقة. الله يبارك للجميع. السلام عليكم.